السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانين، كل شيء مزيان، الامور هانيه. نتمنى يكون كل شيء بخير وعلى خير. معكم قناه خديجه ام فاتي. اليوم ان شاء الله غنوريكم الصالون ديالي المتواضع، وقولوا لي رايكم فيه. هذه هي الدخله ديالو، هي هذه، يعني تدخل مع الباب ديال الفصيل. هي الدخلة دايره هنا واحد البوله ولا تريه صغيره، ها هي الصالون، يعني في المريح كما نقولوا. وهذه هي الصاله او الصالون، ها هي الدخلة. جيت هنا انا البنات وخليت هاد الاسباس هنا، على وديت ماشي على باش زعما انا بغيت ندير شي بلازما في الارض هكا ولا شي حاجه في التلفازه ولا هكاك، ماشي غير على ودها. اما انا بغيت نزاحم بزاف، الا زيدت هاد الحاف حتى الحيط هنا تيعطيني شويه الضيق. انا تنبغي اتساع، تنبغي لي سباس يبقى، يعني ما تنبغيش هذاك التحاس. على اي دايره لي هاد القوس الدخله ديالو، هذه هي الدخله ديالو على اليمين. هنا دايره جوج ديال ثلاثه ديال المخاد، يعني هذا هو الطول ديالو من هنا. هنا العرض ديالو البنات، حيت جاوني فيه جوج ديال الشراجم، ها واحد ها واحد، راه لهي كبير الحمد لله. هنا دايره كما تشوفوا هذا الريدو الخاميه تحتاني والفوقاني، زوينين البنات. هذا الفوقاني صراحه عجبوني هذا الالوان الفاتحين، انا ما تنبغيش الالوان المغلوقين كما كتشوفوا، يعني طلاماط ولا المخاد ولا الكويضه، كلشي دايره من الالوان مفتوحين. لحقاش هذا الصالون عندي انا موقر، يعني ما تنجلسوش فيه الا قليل، الا جا شي حد هكاك. عندي صالون اخر ديال الكلاس، ها هو درت هاد التحتاني تا هو زوين البنات. كيما قلت لكم تنبغي الالوان المفتوحه. جيت للوسط ديال الخاميه ودرت هاد اللعيبه باش جا معاها، ها هي. هنا الشرجم من الاخر تاني، جيت حتى لهنا ودرت هاد الكوان، دايره جوج ديال الكوانات، واحد تما وواحد هنا. كيف ما كتشوفوا انا ما حطاش ديكورات بزاف، وهذا يعني ما كنبغيش هذاك لا شارج، ما كان بيني وبينكم ما عنديش معاه، ما عرفت واش نتوما معايا ولا غير انا ما نعرف. انا بدا هكا هذه الصباغه ديال الحائط البنات، غزالة صدقوني بعدا، يعني راه كتر من 7 سنين هادي، ويعني ما ناضت ما ليميديتي لا حتى شي حاجه. الحمد لله ما عنديش ليميديتي في الدار، ولكن واخا اللي ما عندوش ليميديتي ان الا ضربت واحد هادت يعني ديك الصباغه كتخسر ولا كتبوق ولا شي حاجه. انا ما وقعت لي ليها حتى شي حاجه. هاد النوع ديال الصباغه حتى وكان نقولوا ليكم نسيت السميه ديالو. هنا عاوتاني كما كتشوفوا ما حطاش يعني هذوك الديكورات كثير، يعني شي حاجه داكشي خفيف. وهذا الجهه اللي على الباب عاوتاني العرض ديالو على الباب، دايره لي جوج ديال الطوابل، ها وحده وها الاخرى هنايا، صندريات 4، وحده هنايا وحده تاني هنا، والاخرين عاوتاني راه وحده هنا وحده هنا. الزربيه دايرها في الكرونه، شفتو؟ يعني ما يمكنش ليا ندير كلشي مفتوح، غادي تجي داكشي معيق. وقول لي رايكم البنات كيف جاكم صالوني، انا بعدا عجبني. قول لي حيد ديالك اختيار.
وهذا الشيء اللي كاين البنات، ها هو الصالون، يعني اللوال المفتوحه البنات صدقوني كيجيو مزيانين، اللوال المغلوقه ما صراحه الله كترتاحيش فيهم، حتى الجلسه فيه ولا شي حاجه كتخنقك. اللوال المفتوحين هكا تتحسي يعني تحسي براسك مرتاحه. نتمنى يعجبكم صالوني، ولا شي حاجه ما عجبتكمش فيها البنات ولا شي حاجه قولوا لي رايكم، حنا خصنا نتقاسم مع بعضياتنا كل شيء. دايره هاد التريات عاوتاني، ماشي داك الكبار، يعني تريات صغار على قد الحال. يلا البنات نتمنى يعجبكم، وذوقي ان شاء الله يعجبكم، وما تنساوش اللي ما مشاركش معايا يعمل اشتراك معايا، وتعليقكم كيهمني، وشكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه، وشكرا على كل حاجه منكم البنات، شكرا بزاف وربي يخليكم. يلا نهاركم مزيان، والى فيديو اخر باذن الله.